واستحدثت كلية التربية الرياضية في مطلع العام الدراسي 2007-2008، وهي إحدى الكليات المتخصصة في ميدان التربية البدنية وعلوم الرياضة. تأسست كصرح علمي ورياضي وأكاديمي ليعزز دور الكلية ويجسد دور جامعة تكريت في المجتمع. أصبحت كلية بعد أن كانت قسم للتربية الرياضية تابع إلى كلية التربية، إذ بلغ عدد الطلبة المقبولين في السنة الأولى 82 طالب وطالبة، وبذلك جاءت لتؤكد التطور الأكاديمي والعلمي الذي تشهده جامعة تكريت جامعة العراقيين جميعاً، ولتساهم في الارتقاء بمستوى الرياضة المدرسية والحركة الرياضية على صعيد محافظة صلاح الدين بشكل خاص. وقد قامت الكلية بعدد من الأنشطة والفعاليات تضمنت عقد المؤتمرات العلمية والندوات والحلقات النقاشية، وعقدت عدة لقاءات مع المعنيين بشؤون التربية الرياضية، وساهمت في إلقاء المحاضرات وإقامة الدورات العلمية والتطويرية والتدريبية للمعنيين في شؤون حركة الرياضة والشباب، وبشكل خاص الندوات والدورات لمدرسي ومدرسات التربية الرياضية والملاك الإداري في ممثلية اللجنة الأولمبية ومديرية الشباب والرياضة في المحافظة، وذلك تجسيدا لدور الكلية الجامعة في المجتمع ومؤسساته المعنية بشؤون حركة الرياضة والشباب. أول شيء نشكر قناة سامر الفضائية على تغطيتها كافة النشاطات الرياضية في جامعتنا وفي محافظتنا العزيزة. حقيقة مثل ما تعرفون احنا كليتنا تأسست، كلية التربية الرياضية سابقا تحولت إلى كلية علمية وأصبحت ذات الاسم اللي كل الكليات تسمى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، لأنها أصبحت كلية علمية. تأسست كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة تكريت في عام 2007، وبعد أن كانت في السابق قسم تابع إلى كلية التربية في جامعة تكريت، وقبلها كان قسم الرياضة الجامعية. تأبت كليتنا كل المحافل الرياضية المشاركة في كل النشاطات ككلية وكرياضة جامعية، وأخذت شوطا كبيرا في الإعمار والملاعب والقاعات الرياضية، وأصبحت كلية يشاد لها بالبنان، ودائما تحصل على المراكز الأولى في تقييم كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة في على مستوى العراق. إن رسالة الكلية هي رسالة إنسانية واجتماعية ونفسية وترويحية، فضلا عن رسالة الرئيسة التي تكمن في الإعداد التربوي ورفض المؤسسات التربوية والعلمية وذات الاختصاص بقادة ميدانيين ومؤهلين نظريا وعلميا في مجال الاختصاصات التربية الرياضية. القاعة الداخلية المركزية المغلقة. تمتاز هذه القاعة بكثرة استخدامها للدروس العملية والبطولات الرياضية، كما تم تجهيزها بكافة النواحي التقنية والسلامة العامة، أي منظومة حماية جانبية وشبكات ومنظومة صوت متكاملة وشاشة كبيرة لعرض النتائج، منظومة رفع الأهداف ومنظومة إطفاء والسلامة، وأهداف وشبكات متحركة ومنصات خشبية متحركة ومتكاملة. ما إحدى القاعات أو هي القاعة المغلقة الكبيرة في اللي تمارس عليها الفعاليات الفرقية، كرة القدم، الصالات للطالبات، وكذلك الكرة السلة وكرة الطائرة، وتقام معظم الاحتفالات المركزية اللي تصير بالجامعة وبالكلية، وكذلك مختلف البطولات للطلاب وللتدريسيين والموظفي الجامعة. وتعد كذلك صرحا من صروح هذه الكلية اللي تتسع لمدى كذا تقريبا 250 متفرج. القاعات الدراسية. تمتاز القاعات الدراسية النظرية بوجود أجهزة تكييف هواء وتقنيات ووسائل التدريس والإيضاح، أي سبورات زيتية درجة أولى ومنصات للسادة التدريسيين.
عندنا اليوم محاضرة التدريب الرياضي، فهذا هو درس نظري من ضمن دروس التربية الرياضية اللي يأخذونها طلاب المرحلة الثانية، وطبعا صباحي نفس الشيء هم ماتين يأخذون يعني التدريب، وإضافة إلى بقية الدروس البقية اللي يأخذونها مع التدريب الرياضي. فاليوم احنا مادتنا هي التدريب الرياضي. القاعات التخصصية هي قاعات للتدريس والتدريب العملي، وعددها 3 قاعات مجهزة على أعلى مستويات لتدريس وتدريب الألعاب الفردية والجماعية، جمناستيك طلاب وطالبات، وملاكمة ومبارزة ورفع الأثقال، وقاعة متكاملة للرشاقة وبناء الأجسام. هاي قاعة الرشاقة وبناء الأجسام تقريبا اكتملت بقية الأجهزة اللي كانت نقص، وهناك العديد من المشتركين حقيقة الذين يملكون ثقافة بناء الجسم الرياضي، وكذلك تستخدم تقوية ليس فقط للرشاقة ولكن لتقوية أجهزة الجسم كافة. ويوجد تقريبا أكثر من 50 مشترك لحد هاي اللحظة يعني، و قبل تقريبا اسبوعين بدا الاعلان عن فتح، ومتوقع زياده هذا العدد في الجامعه لكي يكون نشر ثقافه الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم. عادت القاعات الخاصة بدراسة العليا إلى استقبال الطلبة وإقامة المحاضرات النموذجية والمناقشات بعد عمليات التأهيل والتجهيز. هنا القاعات النظرية مثل ما تعرفون، احنا كلية التربية الدينية والعلوم الرياضية يوجد فيها مواد ذات جانب عملي ومواد جانب نظري. احدى القاعات الدراسية وخاصة قاعة الدراسات العليا سميت باسم أستاذنا الفاضل أستاذ الدكتور نزهان حسين العاصي. الحقيقة اللي أحيل على التقاعد وإكراما له على ما قدمه طيلة أكثر من 50 عام في مجال خدمة الرياضة في محافظتنا وفي كليتنا، وهو الأساس لاستحداث هذه الكلية، وكذلك قبله القسم وقبله الرياضة الجامعية. تتكون الملاعب الخارجية من 8 ملاعب متكاملة ومجهزة بالمستلزمات الرياضية، وكلا حسب اختصاصه. احنا درسنا لهذا اليوم هو درس كرة سلة للمرحلة الثانية، قانون لعب وتحكيم. نعم، لعب وتحكيم للطلبة المرحلة الثانية في كلية التربية العلوم التربية البدنية وعلوم الرياضة. فهذا احد الدروس اللي نقوم بها واثناء عملنا او واجبنا كتدريسيين، وكمادة من مواد المرحلة الثانية في الكلية. وهاي مثل ما تشوفون 3 حكام يحكمون واللاعبين يلعبون 5 بـ5 كفريق داخل الملعب، والبقية الطلبة الواقفين يشاهدون المباريات واللي يشوفون التحكيم أثناء الأداء.
الإعداد البدني للاعبي اللي طلبت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة أن يهيئون من الصفات البدنية العامة، وهذه التمارين التي نعطيها هي خاصة لتطوير لاعب كرة السلة أو طلبت كلية التربية البدنية من أجل الوصول في درس كرة السلة إلى ما هو عليه من أجل تطبيق كامل الحركات والمهارات الأساسية للاعب كرة السلة. نبدأ في كل محاضرة الربع الساعة الأولى هو إعداد بدني، ومن ثم نبدأ بالإعداد المهاري بالكرات، حيث نعطيهم المهارات الأساسية اللي هي وقفة لاعب كرة السلة والطبطبة والمناولة والتهديف، إضافة إلى في الفصل الثاني سيكون هناك لعب بالخطط الدفاعية والهجومية إن شاء الله. الملاعب الخارجية. قامت عمادة الكلية من تنظيف وإعادة تأهيل الملاعب الخارجية، وذلك خلال عدة حملات تأهيلية عليها وتوفير المستلزمات الأساسية لإعادتها إلى استقبال الطلبة وتمرير دروسهم العملية المختلفة. ومن أبرز هذه الملاعب هو الملعب الرئيسي الذي شهد العديد من حملات التنظيف، وما زال لغاية الآن قيد التأهيل لكبر مساحته الكلية وكبر مساحة أرضيته الخضراء، والتي طالما شهدت الكثير من المحافل الرياضية والزيارات الميدانية وإقامة وحدات تدريبية لعدد من الأندية الرياضية في المحافظة وخارجها. ننتقل الآن إلى ملعب الجامعة اللي يعد من صروح صرح حضاري وصرح حقيقة يعني رياضي، من صروح ليس فقط المحافظة الجامعة بل كل المحافظة. ومثل ما قلت تعرض للعبث من قبل الزمر الإرهابية، وبجهود حثيثة من لدن السيد رئيس الجامعة الأستاذ دكتور وعد محمود رؤوف، ومتابعة من قبل كوادر الجامعة، عدنا زراعة الملعب مثل ما تشوفون بالثيل، مثل ما يسمى الثيل العراقي حقيقة، لأن سبق أن جربنا البذور الأجنبية وحقيقة لا تلائم الجو العراقي الحار جدا في الصيف. مثل ما سبق وأن تحدثنا على هذه الملعب، يتكون الملعب خاص، ملعب خاص لكرة القدم، وكذلك مضمار لميدان للساحة والميدان للأركاض، وكذلك مجموعة من الفعاليات الرياضية والمقصورة الرياضية، وفيها موجود المدرجات والمقصورة الـ VIP للضيوف والمسؤولين الرياضيين.